عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور كريم أهلا بحضرتك معنا في هذه التغطية. منذ قليل كنا نتحدث عن تداعيات هذه الأزمة العالمية على الاقتصاد العالمي ككل والإجراءات التي تتخذها الدول سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة وأيضا كل الدول المتضررة من هذه الأزمة. الإجراءات التي اتخذت من جانب الدول المصرية حتى الآن كيف تقيمها وإلى أي مدى بالفعل ساعدت في التكيف مع هذه الأزمة واحتوائها؟ يعني طبعا الحديث مستمر عن تداعيات الأزمة العالمية على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري. لذا نحن طبعا يعني دائما نؤكد على أن الدولة دائما لديها أدوات، لديها أدوات من خلالها بتقدر تتعاون، بتقدر تتعامل مع تلك الأزمة وتقلل تأثيرها إلى أقل ما يكون، ولكن التأثير سوف يظل موجود، ولكن احنا بنتكلم عن تقليلها إلى أقل ما يكون. طبعا احنا زي ما احنا شفنا ان كان القرار اللي من ايام بتوفير 130 مليار جنيه مصري للتعامل مع الازمه دي، يعني نقدر نقول اموال وفرتها الدوله المصريه علشان تقلل تاثير الازمه. يبقى احنا لدينا ادوات، ادواتها كانت تمويل كبير وضخم 130 مليار علشان نقلل تاثير الازمه الاقل ما يكون، سواء عن طريق زياده مرتبات او حتى تمويل جزء من رفع الاعفاء الضريبي. رفع الاعفاء الضريبي كان المواطن اللي كان بيقبض سنويا 24,000 جنيه مصري ده كان ما عندهوش ضريبه على الدخل، تم رفع حد الاعفاء الضريبي الى 30,000، معناه ان المواطن اللي بيقبض 2500 شهريا او ما يساوي 30,000 سنويا ده محرم من الدخل، فده اكيد الفرق ده بتموله الدوله المصريه، بالاضافه الى زياده المرتبات اللي هتكون من الشهر القادم، يعني بعد بضعه ايام ان شاء الله، بالاضافه الى ان حزمه من تشجيع البورصه المصريه علشان نقدر نشجع الاستثمارات في البورصه، اللي هي طبعا استثمارات البورصه المصريه ضعفت جدا في الفتره الاخيره، وده كان قرار مهم. يعني احنا محتاجين اعاده الاهتمام واعاده تنشيط البورصه المصريه اللي هي كان ادائها سيء اخر 3 سنوات، بالاضافه الى يعني احنا برضو تحدثنا عن مدى يعني اجراءات اخرى زي رفع سعر الفايده 1% او حتى يعني تخفيض سعر صرف الجنيه امام الدولار. دي اتجاهات البنوك المركزيه لاغلب دول العالم ابتدت يعني تقوم باجراءات متشابهه ليها واجراءات شبيهه بكده، فما دام العالم ابتدى يتحرك لعمل مجموعه من الاجراءات فانت يجب ايضا ان تتحرك علشان تقدر تحافظ على تنافسيه الاقتصاد المصري امام دول العالم، وعشان تقدر تحافظ بقدر المستطاع على رصيد مصر الدولاري، لان رصيد مصر الدولاري ده مهم جدا ان هو اللي بيلبي احتياجات مصر من السلع والمنتجات الاساسيه المستورده. طيب دكتور كريم، روسيا ربما لجأت لتخفيف العقوبه عليها من خلال استبدال أو استخدام الروبل مكان طبعا الأنظمة المالية العالمية في بيع البترول. طبعا ألمانيا اعتبرت هذا الأمر خرقا للعقود، ولكن إذا طبق هذا القرار تداعياته عالميا على الاقتصاد العالمي بشكل عام. طبعا طبعا دعونا نتفق طبعا ان يعني ابتدينا نشوف احداث جوهريه تقلب النظام العالمي. طبعا يعني قرار شجاع من الرئيس الروسي، قرار شجاع جدا، ويبدو ان روسيا لديها ادوات، يعني يبدو ان روسيا لديها ادوات ولديها تصور ولديها خطه في التعامل مع الازمه بشكل تدريجي ولديها بدائل لكل شيء. يمكن كانت بدايه البدائل ان هي قدرت يعني تلتف على نظام سويفت، ثم ان طبعا هنا كان حدث في بدايه الازمه انخفاض كبير في سعر العمله الروسيه امام العملات الاجنبيه، واحنا شفنا انه منذ قرار الرئيس الروسي بالتعامل بالعمله الروسيه ابتدت في دول يعني تتقبل هذا، زي الهند زي الصين بتتعامل مع روسيا الان بالعمله المحليه، ففي نوع من انواع يعني نقدر نقول في انواع الالتفات على العقوبات. كان طبعا القرار الصعب والقرار الاهم اللي انا زي ما كنت بقول عليه ممكن يعمل انقلاب في النظام العالمي، ان هو اكبر او سوف يجبر الدول الاوروبيه انها تتعامل بالعمله الروسية. وطبعا ده انا عايز اقول ده رعب، يمثل رعب للولايات المتحدة. الولايات المتحدة منذ سنوات، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وهي تسعى بكل الطرق الممكنة انها تحافظ على الدولار كعملة في المعاملات التجارية. طب هنا البعض قال ان ممكن خريطة العملات والمعاملات الاقتصادية قد يتغير او شكل حتى العلاقات التجارية تتغير بعد هذا الاجراء من روسيا.
طبعا انا كنت زي ما بقول ان الولايات المتحده بتخشى كل يعني بتخشى جدا من هذا القرار ان هو يكون في عمله اخرى تنافس الدولار الامريكي في المعاملات التجاريه، لان ممكن كده تبتدي دول العالم تتجه ليها، لان احنا لدينا يعني معاملات تجاريه او حجم تجاره عالميا على سبيل المثال في السلع فقط يعني يتجاوز ال 20 تريليون من الدولارات، وبالتالي انت هنا كانت الولايات المتحده بتعتمد بشكل اساسي على قوه اقتصادها في طباعه الدولار الامريكي علشان تقدر تلبي احتياجات التجاره العالميه. هنا احنا ابتدينا نشوف ان ابتدت الصين تتعامل ب اليوان مع عدد من الدول، روسيا ابتدت تفرض وبقوه، ده معناه انها لا زالت تقف على ارض ثابته التعامل بالعمله الروسيه، ده هيشجع عدد كبير من الدول ايضا انها تنتهج نفس المنوال، ونبتدي نشوف ان العمل ان حجم التعامل بالدولار الامريكي يقل بشكل تدريجي. طبعا ده اكيد هياثر على الاقتصاد الامريكي، واذا قل التعامل بالدولار هتبتدي هنا نقدر نقول هتنكشف الولايات المتحده مع العالم، لان الولايات المتحده يمكن اكثر دوله في العالم بتطبع دولار، اكثر دوله في العالم لديها ديون، ديونها تتجاوز ال 100% من الناتج المحلي الاجمالي، عندها ديون تقترب من 22 تريليون دولار، يعني هتبتدي تنكشف الولايات المتحده، وهنبص نلاقي في تراجع يحدث بشكل تدريجي في اقتصاد الولايات المتحده. كمان هنا هنبتدي نشوف ان عملات دول اخرى هتبتدي تكون قويه او تكون وسيله للتبادل زي العمله الروسيه وايضا العمله الصينيه، العمله الصينيه حاضره بقوه في المعاملات بين الدول بينها وبين بعض. هنا كمان هنبتدي نشوف ان يعني مع ازمه البترول وازمه الغاز هيبتدي يكون في تسعير لاسعار البترول بعملات اخرى غير الدولار الامريكي، ممكن نرى البترو يوان وممكن نرى البترو روبل، وده طبعا زي ما نقول يعني هيرسخ نظام عالمي جديد، يرسخ نظام عالمي مالي جديد ونظام عالمي تجاري جديد يكون فيه متعدد الاقطاب زي ما يمكن توقعنا. واظن طبعا ان كل قرارات العقوبات اللي استخدمها الغرب ضد روسيا اظن انه سوف يكون سهم ينعكس اليك مره اخرى، وان المتضرر الاكبر حتى الان واحنا زي ما احنا شايفين المعطيات بتتحدث عن ان الدول الاوروبيه والولايات المتحده هي المتضرر حتى الان، وان عندهم ازمه كبرى، عندهم ازمه كبرى في اقتصاداتهم سواء تضخم، سواء حتى ان في بعض الدول الاوروبيه الان مع ارتفاع اسعار الوقود ابتدوا يعني سواقين النقل ووسائق التاكسي وخلافه توقفوا عن العمل بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، في بعض الدول حصلت فيها نوع من انواع المظاهرات. يعني هنا احنا بنتحدث وفي شركات كبرى ربما على وشك اعلان افلاسها في بعض الدول الاوروبيه، وشركات اخرى صانعة للسيارات حتى شركات عالمية معروفة جدا توقفت أو أوقفت بعض خطوط إنتاجها نتيجة لعدم وجود المواد الخام الداخلة في هذه الصناعات. طيب على ذكر المسألة المتعلقة بنظام عالمي جديد مالي جديد كما ذكرت حضرتك هذا المصطلح، في عالم السياسة يقولون أنه هذه العملية العسكرية أثرت أو ربما ستزيد من توحيد الغرب واصطفافهم إلى جانب بعضهم البعض بعد أن كانت العلاقات ربما بتشهد ضعف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. على المستوى الاقتصادي هل سنشهد هذا مزيد من التكتلات، مزيد من التعاون، الشراكات الاقتصادية بين هذه الدول في مواجهة روسيا؟ طبعا احنا يعني ممكن احنا تحدثنا عن ان هو يكون في اصطفاف غربي اتجاه روسيا، لا ده هو يبدو ان في اصطفاف اخر ضد الغرب. يعني احنا شايفين ان دول اوبك على سبيل المثال لم تستجيب لطلبات امريكا وطلبات بريطانيا بزياده انتاج البترول، هنبتدي نشوف ان في او مش هنبتدي نشوف، احنا شفنا بالفعل تنازلات من الولايات المتحده لعدد من الدول على سبيل المثال ابتدت تدي تنازلات مع ايران عشان ايران تزود انتاجها من البترول، لان هو بيعتبر ان بدائل زياده البترول محدوده، لا اما ايران لا اما فنزويلا، وبالتالي هي دول تعتبر اعداء للولايات المتحده، والولايات المتحده بتعتبرهم دول مارقه، يعني في دول بتطلق عليه ويطلق عليهم الغرب انها دول مارقه، يعني دائما في خلاف مع المجتمع الدولي، ايران، فنزويلا، كوريا الشماليه، وبالتالي احنا ابتدينا نشوف ان الولايات المتحده ابتدت تقدم تنازلات وتبتدي تسعى او تتعاون في فنزويلا مع الرئيس المنتخب الاصلي، ليس الرئيس الغرب يعني بيتعامل معاه لكن الرئيس الاصلي في فنزويلا، علشان فنزويلا معروف انها لديها اكبر احتياطي للبترول في العالم، وبالتالي لو طنبور النفط الفنزويلي يعني اشتغل بكامل طاقته
يعني اظن ان هو ممكن يعوض جزء من ازمه البترول او ازمه النفط الحاده اللي بتواجه العالم، لان طبعا برضو يعني خلونا منصفين ان العالم لن يتحمل تلك الصدمه. يعني انا شايف ان الاقتصاد العالمي تقريبا يعني شبه متوقف، يعني في سلع ان ارتفاع اسعار البترول دائما وابدا يعني بيرفع مع اسعار كل المعادن، يعني كل المعادن اسعارها ارتفعت بشكل قياسي، النيكل، الالومنيوم، الحديد وخلافه. طبعا ده اللي يدل على ان يعني ايه برضه نوضح ان الناس يعني رغم ان الصناعه تقريبا متوقفه، يعني المصانع ما بتشتغلش بقمل تقطع، وفي حين ان في ارتفاع كبير في اسعار المواد الخام، ده معناه ان اصبح يعني في جزء كبير من المستثمرين ابتدوا يتجهوا الى الاستثمار في المواد الخام والمعادن النفيسه، ان هم ابتدوا يضربوا في اسعار المعادن، وابتدت يعني قوه العملات الغربيه تقل او مدى الثقه في العملات الغربيه تقل، لان التضخم مستمر. كمان طبعا يعني ان الازمه دي بتؤثر في سلوك الحكومات، بتؤثر في سلوك المجتمع المال ومجتمع المستثمرين، بتؤثر في سلوك المستهلكين. أصبح الآن المستثمرين بيصفوا استثماراتهم وبيتوجهوا إلى الاستثمارات الغير منتجة، بيستثمروا في الأصول العقارية، بيستثمروا في المعادن النفيسة، بيستثمروا في الذهب، بيستثمروا في المعادن وخلافه في المواد الأولية عشان يحافظوا على قيمة أموالهم، لأن التضخم أصبح أزمة عالمية. كمان يعني هيبة الدولار أصبحت يعني محل تقييم مرة التضخم كما ذكرت دكتور كريم أصبح أزمة عالمية، وزي ما ذكرت أنه ربما الدول الأوروبية، الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تضررا، فرنسا تتحدث عن ربما حدوث مجاعات، الدول الأوروبية بالفعل نتحدث عن أن هناك نقص في السلع الأساسية، الولايات المتحدة الأمريكية هناك ارتفاع كبير جدا في أسعار الطاقة والغذاء. دكتور مصطفى مدبولي كان بيتحدث عن أهمية وضع استراتيجيات للسيناريو الأسوأ، وأن الحكومة بتشيل عبء كبير جدا عن المواطن. هنا كمان دور المواطن، أهمية أنه ثقافة الاستهلاك، أهمية أنه هو يكون مدرك كمان بحجم التحديات. المواطن هنا عليه دور كبير جدا، وطبعا دور الإعلام في زيادة الوعي أكيد. طبعا بالفعل، يعني احنا هنا بنتكلم عن ازمه يعني ازمه عالميه، وبالتالي يعني ازمه عالميه، بالتالي محتاجين تكاتف محلي هنا، يعني محتاجين يقف الجميع بكل المؤسسات اصطفاف، يعني بيصطفوا كصف واحد لمواجهه الازمه. لان انا زي ما دايما كنت بقول في كلامي، ان طبعا يعني صدمه البترول بتكون ليها تداعياتها على الجميع، يعني سواء ما حدث في ازمه البترول الاولى في سنه 73، ثم ازمه البترول الثانيه اللي حصلت في الثمانينيات وخلافه، فهي ازمه بتلف يعني بتدور على الجميع. يعني حتى وان كان دائما بنتحدث على ان يمكن الدول المصدره للبترول بتحقق ارباح كبيره وارباح ضخمه وفوائد بتروليه ضخمه، ولكن في النهايه طبعا انت بيبتدي يرجع لك تاني التضخم ده كتضخم مستورد من الدول الصناعيه نتيجه ارتفاع تكلفه الانتاج وخلافه. ده بيضرب الكساد، بيؤدي الى كساد، بيضرب مختلف القطاعات الاقتصاديه، وطبعا اذا كان في كساد ضرب القطاعات الاقتصاديه ده بيترتب عليه ايضا ازمات اجتماعيه مركبه بسبب ارتفاع التضخم، وبالتالي يؤدي الى تفاقم البطاله. وبالتالي احنا هنا يعني بنتكلم هنا بقى داخليا بقى لازم يكون في نوع من انواع الوعي وترشيد الاستهلاك وعدم يعني ايه نقدر نقول ايه يعني يكون في نوع من انواع الطمانينه لدى المواطنين، لان انا زي ما قلت اذا كان في الازمات اللي زي كده بتؤثر في سلوك الدول والحكومات، في سلوك المستثمرين، ايضا كمان ممكن تاثر في سلوك الافراد. يعني ممكن الفرد يبتدي عايز يحوط نفسه من التضخم على سبيل المثال، فيبتدي يزود شراءه من السلع والمنتجات بالاسعار الحاليه خوفا منه ان هي تزيد، فده بيؤدي التكلف على السلعه بشكل عام بيعمل عبء كمان على الدوله. طبعا بالفعل، انه كمان هيكون تكالب غير مبرر. انا زي ما قلت ان هو يعني لازم تكون في دائما رساله طمانينه للمواطنين، وان هي ان الازمه دي احنا الدوله المصريه لديها ادوات ولديها موارد، لدينا حاجتين، لدينا ادوات وموارد بنتعامل معاها، واحنا يعني حصل في توسع في الاقتصاد المصري في السنوات الاخيره من مشاريع في مختلف القطاعات، وبالتالي هنحاول تحاول الدوله بقدر المستطاع ان تقلل تاثير الازمه باقل ما يكون الى المواطنين. نعم دكتور كريم، في الحقيقه مبادره تم اعلانها
أو إطلاقها من دول الاتحاد الأوروبي متعلقة بالأمن الغذائي، وهي مستلهمة من مبادرة كوفاكس اللي كانت أطلقتها الدول في مسألة لقاحات، توزيع لقاحات كورونا على الدول المحتاجة لهذه اللقاحات. لكن إلى أي درجة من الممكن أن تنجح هذه الدول في تطبيق هذه المبادرة، خصوصا أن هذه الدول بتعاني أصلا بدرجة كبيرة؟ يعني هي يمكن في أزمة اللقاحات كانت لا تعاني في إنتاجية اللقاحات، كانت بتعاني من الفيروس في القطاع الطبي صحيح، لكن في إنتاج اللقاحات كانت لا تعاني. أما هي الآن فهي تعاني من مسألة الأمن الغذائي ومسألة الأسعار والتضخم وكل اللي الدول بتعاني منه الآن. هل من الممكن أن تنجح في رأيك؟ يعني طبعا يعني أزمة اللقاحات يعني يمكن كانت قبل الأزمة الروسية هي حديث الساعة، ولكن الآن الحديث عنها أصبح قليل، خاصة طبعا أن يعني ابتدت في بعض الدول تفك حظر السفر للغير حاصلين على اللقاح، ابتدوا يكتفوا ببعض الإجراءات الوقائية. طبعا الأزمة انحصرت في العالم، أزمة الكوفيد وتأثيره يعني على الحياة الاقتصادية، لم يعد في حديث عن هذا عن تلك المشكلة الآن. تمام طبعا ان كانت برضه كان ليه تاثيره على دول، على بعض الدول السياحيه، انه كان بيحجم السياحه، لكن طبعا يعني الكلام ده اصبح قليل الان، وان في اكثر من دوله ابتدت تاخذ يعني حق تطبيع. دكتور كريم، حضرتك لم تفهم السؤال اللي طرحته على حضرتك. انا لا اسالك عن كوفاكس، انا سالت حضرتك على انه في مبادره شبيهه بكوفاكس او على غرار كوفاكس متعلقة بالأمن الغذائي أطلقتها دول الاتحاد الأوروبي، وهي معنية بالأساس في مساعدة الدول الأكثر تضررا غذائيا واقتصاديا من العملية العسكرية الروسية. يعني هي شبيهة بكوفاكس وليست أتحدث عن كوفاكس. أنت قصدك خاصة بالأمن الغذائي فقط؟ نعم. إحنا هنا وعايز أقول برضو أن يعني الغرب دائما بطيء في تنفيذ مبادراته من هذا النوع. الأمن الغذائي طبعا يعني في الدول النامية والدول الأفريقية لهم عقود بتعاني من مشكلة الأمن الغذائي. الحلول الغربية دائما نقدر نقول عليها دائما بتكون متأخرة وبطيئة وغير فعالة. يمكن الغرب دائما كان بيسعى ان هو نقدر نقول عليه يعني بيسعى ان بتكون الدول النامية هي مصدر لي، او الدول الأفريقية هي مصدر لي بالنسبة للمواد الخام، وايضا تسويق لمنتجاته، تسويق لمنتجات الغرب إليه، وبالتالي يعني هو بيطرح مبادرات ولكن تنفيذها بيكون بطيء ومحدود. يعني يطرح وعود دائما وابدا لكن تنفيذها بيكون قليل. احنا بنشوف ان الدول الكبرى الاكثر انفتاحا على الدول الأفريقية، اللي هي الدول الأفريقية دائما بنذكرها في تلك الأمور لأنها أكثر الدول تعاني من الفقر ومن الأمن الغذائي. هنبص نلاقي دولة زي الصين على سبيل المثال هي اللي منفتحة أكثر على الدول الأفريقية في هذا الأمر، ولكن وعود الغرب ووعود الاتحاد الأوروبي فهذا دائما بتكون يعني نقدر عليها وعود ضعيفة التنفيذ، يعني ما بيستمرش على ده. كان في قبل كده ايام ازمه البترول العالميه الاولى ايام حرب 73 وازمه البترول اللي حدثت، كان ساعتها دول الخليج عملت صندوق لمساعده الدول الناميه اللي تضررت من الارتفاع الكبير اللي حدث في ازمه البترول، لكن الان احنا مش شايفين في مساعدات ولا مبادرات بالمعنى المفهوم. طبعا سوف يزيد مزيدا من الفقراء ينزلقوا الى دائره الفقر المقطع، وهيبقى في مزيدا من مشكله تفاقم مشكله الامن الغذائي، وهتبقى طبعا يعني هتكون في عدد كبير من الدول خاصه الدول يعني اللي عندها هشاشه في قطاعاتها الاقتصاديه هتعاني مزيدا من الازمات المستمره. انا بشكر حضرتك دكتور كريم العمده استاذ الاقتصاد السياسي.